محمد داود، اهلا وسهلا فيك ادم منصور الجديد. اهلا وسهلا بيكي، ويا رب يبقى ادم منصور ده وشه حلو كده ويبقى في رمضان حاجه كويسه باذن الله. خبرنا شويه هيك اسرار عن هالدور، كيف تحضرت له دور محامي؟ وحسب ما بعرف انه محامي مجنون. يعني هو محامي مش مجنون، هو محامي عنده حاجات كتير، عنده علاقات كتير وعنده تفاصيل كتير وعنده مواقف كتير بيتحط فيها وعنده فرص بتيجي قدامه، فهو دور غني جدا. يعني هو دور مايك في النسخة الأصلية، فأدم هو النسخة المصرية من مايك يعني. ويا رب ان شاء الله يبقى خبرنا انت حاضر النسخه الامريكيه؟ شفت يعني الاول قريت المسلسل وما كنتش اتفرجت، واخدت قرار انا هعمله قبل ما اتفرج اصلا، وبعدين شفت كده كام حلقه من سيزون 1 يعني عشان اخد فكره يعني، بس ما شفتوش كله. قرارك انه ما تحضره منشان ما تتقمص الشخصيه وتلعبها مثل ما انت بالظبط يعني. انا لما قريت حبيت جدا الموضوع قبل ما كنت شفته، ما كنتش عايز اشوف خالص، وبعدين قلت طب هاخد فكره كده يعني. لما قعدنا نتكلم وقلت طب خلاص، قالوا لي يعني خد فكره بس مش عشان يبقى ريفرنس او حاجه، لان انت مطلوب منك انك تبني الشخصيه مصريه جدا وتتصدق جدا وتبقى ويبقى ليها تفاصيلها المصريه. ما ينفعش يبقى انت يعني القضايا مختلفه، القانون مختلف، البيئه مختلفه، ظروفه مختلفه، فانت ما ينفعش تبقى في اي ريفرنس. هو بس الخط الكبير ان هم اتنين محامين بيعيشوا سكه القضايا علشان يحاولوا يحلوها. وانا كان بالنسبه لي في حاجتين مهمين جدا، اولا العلاقه اللي بين زين وادم اللي هو هارفي ومايك يعني، وشخصيه ادم لوحدها، والحمد لله شغال على الاثنين وان شاء الله يبقى حاجه كويسه. طب احمد، عندما نجيب مسلسل اجنبي ونعمله عربي، قد ايه هون بيكون في انتباه انه لا ما بدنا نعمل مثل النسخه الاجنبيه، لانه مجتمعنا غير، بيئتنا غير، قضايانا مثل ما انت قلت غير. يعني حلو نعمل ممكن نسخه عربيه، ولكن قد ايه بده يكون في ذكاء ودقه انه لا نجيبها لعنا مش نحن نروح لعندها؟ طبعا هو اي حد هيعمل نسخه من عمل اتعمل قبل كده زي ما هو بالظبط، ما افتكرش ان هو يبقى الناس تبقى عايزه تتفرج عليه. هو لازم انت بتعملي يعني الطعم بتاعك انت بالظبط، وتبني الشخصيات كأن الحاجات اللي بتاخد عن روايات في الافلام يعني. انت ممكن تعملي فيلم عن روايه، فاللي قرا الروايه ما ينفعش يعني لازم يتفاجئ في الفيلم. ونفس الحكايه لو انت بتعملي عمل عن فورمات او بتعملي عمل اتعمل قبل كده، في الاخر لازم انا اشوف حاجه لقى يعني، لازم انا بتفرج الاقي حاجه مختلفه يعني ابقى عايز اتابعها. فزي ما قلت لك سوتس اوريدي معروف واوريدي في معجبين كتير جدا بالنسخه الاصليه، ويعني ومستنيين بقى ها ورونا هتعملوا ايه، وفي ناس ما شافتش خالص. فانت لازم ترضي الاثنين، او لازم يبقوا الاثنين لما ده يتفرج يلاقي حاجه يتابعها، وده لما يتفرج يتبسط ويلاقي حاجه يتابعها. المسلسل جزئين حسب ما عرفت، قد ايه كان في خوف انك تخوض هالتجربه؟ قد ايه بتقلي لا فاتن انا وصلني الورق وتحمست بسرعه؟ كان في قلق ولا دغري تحمست؟ لا انا تحمست من اول ما قريت اول 5-6 حلقات، تحمست جدا للدور. وهو 30 حلقه في رمضان، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. لا في سيزون 2 في سيزون يعني خلاص انت عارفه المعلومه يعني ان شاء الله يعني بس هو يعني يستحمل. ومبسوط جدا بالكاست بصراحه يعني، كلهم ما شاء الله عليهم، آسر وصبا وريم وطاره وشاهين يعني، ضيوف الشرف. ضيوف الشرف طبعا كتير جدا، بس انا قصدي دول الست شخصيات الاساسيه يعني. يعني تحس ان هو كل واحد محطوط في مكانه بالظبط، ومبسوط يعني مش كتير. هلا منجي للجد، اوكي دور محامي، قد ايه حبيت انك تكون محامي؟ قد ايه هالعالم جذبك؟ قد ايه بتقلي لا عالم صعب بيوجع الراس بعدوه عني بالحقيقه؟ لا هو عالم صعب طبعا، بس انا حبيت يتمثل حلو جدا. المحامي اصلا الشاطر او المحامي اللي بيترافع كده بيبقى عنده حته جذابه، لازم وانت بتشوفيه كده تبقى عايزه تسمعيه للاخر، وطريقه كلامه عامله ازاي، وازاي بيقنع القاضي، او ازاي بيبقى متبني القضيه، كل دي حاجات بتساعدك كممثل يعني. تحس ان انت عندك هيك رفقه محامين، بتعرف محامين، استعنت بحدا بصراحه؟ والله لا مش قوي يعني، انا اتكلمت مع كام حد كده ليهم علاقه مش بالشكل المحامي التقليدي اللي حضرات الساده المستشارين وكده، لا خالص يعني اللي هو شبه سوتس اكتر، اللي هم شبه سوتس اكتر يعني. بس في الاخر انا بالنسبه لي ادم المحاماه مهمه وكل حاجه، بس الجوانب الانسانيه اللي عنده حتى في القضايا، حتى وهو بيترافع، حتى وهو في المحكمه، بالنسبه لي هي اللي كانت محتاجه مجهود اكبر. عيونك مشرقتين انت وعم تحكي عن هالشخصيه، وبعرف انا انه بالمسلسل حيجمعك قصه حب مع الجميله تارا عماد، خبرنا كمان عن هيدا الجانب، قد ايه حتكون حبيب محامي حبيب؟ محامي حبيب يعني هي تارا جميله وانا مبسوط جدا، واول مره اشتغل مع بعض
بتقضي برضو حاجات كبيرة كده يعني، مشاهد كتير، وهي لذيذة جدا وتتحب بصراحة يعني، لذيذة جدا وبسيطة ومجتهدة جدا وملتزمة ويعني. فأنا بحب جدا الممثلين اللي من النوع اللي زي طارة يعني، فمبسوط ويا رب إن شاء الله. أنا حاسس إن هيبقى الناس هتحب العلاقة يعني، عارف في حاجات كده وأنت بتشتغل بتبقى حاسس إن الكيمستري لايقة وسل، والمشاهد بتمشي كده بسهولة، ودايما بنفكر في حاجات جديدة نعملها وكده. فحاسس ان شاء الله يعني مش هيبقى اول يعني مش هيبقى اخر مره هنشتغل حاجات كتيره باذن الله. كواليس هالعمل، في كواليس مهضومه، في كواليس بتضحك، في كواليس تعبتكم، خبرنا عن كواليس العالم ما حتشوفها. والله هو زي ما قلت لك الكاست كله حاجه مش بتحصل كتير، ان يبقى كل الناس صحاب وكلهم كل واحد في دوره كويس جدا، وكلهم فنانين شطار جدا، وكلهم بني ادمين كمان احلى واشطر يعني. فانت لما كن يعني اي ممثل ما بيبقاش عايز اكتر من كده لما بيشتغل اي مشروع، ان بيبقى بنفسه الممثلين يبقوا عاملين كده بصراحه يعني. فانا محظوظ الحقيقه بسوتس بالعربي بالممثلين اللي فيه، ويا رب ان شاء الله يبقى يعني نبقى خفاف كده في رمضان والناس يتفرجوا علينا ويتبسطوا باذن الله. دايما برمضان في منافسه كتير شديده احمد، اليوم بتقلي انه مبسوط انه هالعمل حيتشاف برمضان، ولا بتقلي انا مراهن رمضان وما بعد رمضان العالم تروق هيك وترجع تحضروا على رواق؟ شو الرهان؟ والله انا الرهان بالنسبه لي ان انت منصه كمان. انا بالنسبه لي طبعا انا بالنسبه لي الرهان انه الناس، انا زي ما انا حسيت وانا بعمل المسلسل اللي انا عايز اعمل حاجه فيها براح كده، الناس شيك، مفيش حاجات صعبة قوي، أنا عايز حاجة بسيطة لذيذة مبسوط وأنا بتفرج عليها، الناس بيتكلموا بلذاذة، حبيبهم زي ما واحد صاحبي قال لي، أنا حسيت لما شفت الإعلان إن أنتوا ريحتكم حلوة. هي دي يعني، في أوقات كده أنت كممثلة بتبقى عاوزة يعني تغيري نوعية الحاجات اللي بتعمليها أو شكل الأدوار اللي بتعمليها. فسوتس أنا حاسس إن هو وقته، وحاسس إن الناس مستنية تشوف حاجة كده يعني. بعيدا عن سوتس، أدي بتشوف اليوم سيطرة المنصات على الدراما التلفزيونية المشتركة المصرية السورية بمختلف الجنسيات شيء صحي، ولا بتقلي فاتن لا المنصات عم ياخدوا من التلفزيون كتير؟ والله خالص، هو العمل الكويس لما أنت بتعملي عمل كويس الناس بتدور عليه. ودلوقتي خلي بالك كل الحاجات اللي بتنزل في رمضان برضو بتتعرض على منصات وقتها يعني، وفي حاجات على منصات بس يعني. ففي الاخر اي عمل كويس الناس هتدور عليه تشوفه يعني. طبعا منصات اسهل انك تشوفي كل الحلقات زي ما انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزاه، دي حته الذ يعني شويه بالنسبه للناس، بس كل الحاجات بقت موجوده في كل حته يعني. فانا الاهم بالنسبه لي انك تعملي عمل كويس، كل العناصر بتاعته معموله بشكل كويس، وبعدين يتعرض بقى زي ما يتعرض. ادم منصور الف مبروك، وناطرينك برمضان، وان شاء الله تكسروا الدنيا. بعيدا عن الدراما سينما في شيء يعني؟ انا حبيتك بالرعب ب 122. سينما عندي فيلم صورته اوريدي اسمه يوم 13، ده فيلم اول فيلم 3D في الوطن العربي كله، ده اخراج استاذ وائل عبد الله وانتاج استاذ وائل عبد الله شركه اوسكار. حكى عنه كتير هالفيلم. طبعا هو بس لانه يعني هو الفيلم عشان كبير والكاست كبير وميزانيه كبيره، فهو مستني استاذ وائل الوقت مناسب انه ينفع الفيلم ينزل فيه. عندي فيلم هصوره بعد رمضان ان شاء الله اسمه هيصه، ده مع عثمان ابو لبن مخرج وتاليف محمد ناير. وعندي فيلم تاني بعد هيصه ان شاء الله. اهلا الله يخليكي، شكرا. بدنا بعد صوره، اتفضلي.